فقرتنا الثانية إلى طابع خاص نور، يعني رغم صغر سنه ولكن اليوم معنا شاب إنه ما كان عنده أي عائق أمام عمل الخيري اللي ركز بالأساس على تقديم كافة المساعدات الإنسانية والدعم النفسي للجرحى والمتضررين بالحرب، ليطلق عليه لقب أصغر مبادر بالعالم العربي. معنا الشاب السوري حيدر يونس. مرحبا وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح الخير. نورت الشام حيدر. الله يخليك، منورة بوجودكم. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نعرف الناس عنك أكثر حيدر. أنت أصغر مبادر مجتمعي، وكنا عم نحكي تحت الهواء قديش صار لك. قلت لي عمري 21 سنة، وصل لي 7 سنين، بسم الله عليك. بالبداية خلينا نعطي نبذة صغيرة عنك لكل الناس اللي عم يتابعونا. حيدر أسامة يونس، من محافظة العدقية، شاب وعي على أزمة كبيرة بالبلد، مثلي مثل أي شاب. كان في أمامنا خيارين، إما أنه نرضخ للأمر الواقع أو نحاول من يعني نعمل على تحسين هذا الواقع. فنحن رحنا بالخيار الثاني، اللي هو ما وقفنا متفرجين على اللي عم يصير ببلدنا، حاولنا نعمل شيء بحيث نغير من هذا الواقع على الأفضل. يعني هذا الشيء شجعك حد عليه؟ حدا يمكن هيك عطاك انه شو رايك نعمل شيء، او كانت أكيد مبادره داخليه منك انت لحالك؟ هلا انا بشوف كل حدا عنده حس المبادره او حس العمل الخيري او شيء بينبع بهيدا العمر، مثل لما انا بدات 14 سنه، بينبع من ثقافه عائليه ضمن البيت. تمام. يعني على حسب شو متربي او كيف الاهل مدربين هذا الولد على انه ينخرط بالمجتمع، كيف هن بيتعاملوا اصلا مع المجتمع. تماما. فكان كتير لأهلي دور كبير بهيدي التنشئة، خليني أقول لك نوعا ما سليمة، لحتى أنخرط بالمجتمع بشكل سليم، أو لحتى أخلق هيدا، خليني أقول لك، الحاجز بحيث ما أكون أنا متأثر بالأشياء السلبية، أو هي خلي هاي الأشياء السلبية. هيدا التحدي الصحيح. تماما. يعني هيدا التحدي اللي بيواجهه كل الأهالي اليوم في ظل ظروف صعبة اللي عشناها. قديش فينا نفصل نوعا ما جميع الظروف الصعبة على الأطفال، وكيف فيهم ينشؤوا ببيئة صحية نفسية سليمة؟ تماما. كيف بلشت؟ يعني عم نحكي جو عائلي والبيئة كانت عم تحاول تكون يمكن مهيئة بشكل كامل. أول مبادرة إذا بنحكي عنها كيف كانت، كيف اتطبقت على الأرض وبسن صغير؟ لما أقول أنا 13-14 سنة أنا بعرف شو يعني مبادرة مجتمعية إلى وقع وإلى آثار على الآخر. قبل ما أقول لك أول مبادرة، لما بدأت بالعمل كثير كنت أسمع هي الكلمة اللي قلتيها، أنه أنت عمرك 14 سنة وين رايح؟ يعني شو بدك تعمل؟ شو بدك تغير؟ طبعا هي الكلمات تلعب على المسكين. تماما. أنه في عالم بيقول لك هذا بيروح يلعب مع رفقاته بالشارع وكذا، يعني مو يعني لحد مراهق الآن يمكن، لأن العالم بتخاف من فكرة المراهق أنه شو بده يعمل. فأنا لما كنت أقول لهم أنه أنا رايح على دار الأيتام مجمع مصروفي على مدى مثلا 5-6 أسابيع، أنا و3-4 من رفقاتي، ورايحين اشترينا قصص وألوان للأطفال بدار الأيتام وقعدنا نلون معهم، يعني نحن مثلنا مثلهم أطفال. فهيدي الحالة أنه أطفال عم يزوروا أطفال كانت غريبة. نحن دائما متعودين الكبار بالعمر هن القائمين على الجمعيات. صحيح. على المؤسسات. ففكرة انه اطفال يزوروا اطفال او اطفال يزوروا كبار، مثلا اسر شهداء جرحى، كانت الفكرة كتير غريبة والحالة جديدة، انه ما بيكذبوا بشعورهم او دائما شعورهم اقرب لقلوب الاخرين. فاول مبادرة عملتها مثل ما قلت لك بدار الايتام كانت هيدي الكلمات، انه شو فينك تعمل أو وين فايت بهيدي الزحمة، كانت تخلق عندي تحدي إنه أنا بدي أثبت للمجتمع إنه لا، في أطفال، في شباب، ما ضروري إنه هدوني بس يكونوا واعيين على اللعب، على التسلية، أو إنه يراهقوا بشكل غلط. في أطفال ممكن تنشأ على محبة الوطن، على محبة المجتمع، وتعطي هذا المجتمع. طيب شو أول، مثل ما قلت لك نور، يمكن في كم مبادرة كنت بلشت فيهم أو فكرت فيهم أنه أنا جاء عبالي أعمل هيك، أو اليوم عبالي ساوي هيك، كيف خطرت عبالك هاي الأفكار ووين كان توجهك أول شيء؟ أول شيء كان الأطفال. يعني قبل ما تخلق مبادرتي شباب المحبة، أنا كنت روح زور بشكل مثل ما قلت لك فردي مع أصدقائي دار الأيتام، أطفال السرطان بمشفى الأورام باللادقية، أسر شهداء جرحى، يعني
كل الحالات، حتى فقراء عاديين مو ضروري يكونوا يعني متضررين من هاي الأزمة، كل حدا عنده حالة إنسانية كنا نحب إنه نروح نزوره بشكل فردي وتدعمه تماماً. فكنت إلا لأمي وأنا صغير، إنه كان عمري 14 سنة، تقول لي أمي إنه شو أحلامك أنت، شو بدك تعمل، شو بدك تساوي؟ إلا بتمنى يكون معي هيك كيس مصاري كبير ووزعه لهيدون العالم، إنه كتر ما كنت أتمنى أكون قريب منهم حتى فيدهم أكتر. هذا شغلنا بالبداية. لاحقا لما نشحت هاي الزيارات أم يعني حسيت انه لازم بلور هذا العمل بشيء يضل ثابت، يعني يصير مثل مرجعية. فنشأت فكرة شباب المحبة. طيب لما نقول كانت البداية هي يعني اول مبادرة باتجاه الاطفال الايتام، البيئة المحيطة هي لعبت دور؟ لما اقول انا كنت عايش ببيئة محيطة بعائلة يمكن هيئت لي جميع الظروف، بس بالطرف الآخر بالحياة في ناس ما عندهم هي العيلة، هي كانت جزء يعني كانت مثل بوصلة إنه أنا في أطفال مش عايشين حياتي رغم كل الظروف، حابب أكون جزء لأمن له شيء بسيط بيشبه حياتي الطبيعية اللي أنا عم عيشها. هلأ ما فيني أقول لك هيك أنا، لأنه أنا الحياة اللي عشتها هي مختلفة عن يعني كان فيها جزء من هذا الشيء اللي أنا عملته. مثلا أنا نشأت بأسرة فيها حالة طلاق بين الوالدين، فهذا الشيء خلق عندي فيني اقول لك احساس بدار الايتام. طبعا انا عشت حياه كريمه طبعا بتواصل مع الاهل دائم، لكن هيدي الحاله لمجرد ان حالي الى دور يعني الى دور كبير تماما اكيد ما فيني اقول لك انه انا عشت بحياه يعني كامله وتمنيت هذول الاطفال يعيشوا مثلي ابدا، انا عشت حياه حسيت فيهم، فلذلك كانت زيارتي لإلهم. يعني هو يمكن إحساس أصلاً بالخير نابع من جواتك. فينا نقول إنه في ناس أصلاً بتولد وهي عم تفكر بالآخرين، في طفل بيكون من هو صغير نور فكر بإخواته أكثر من إخواته يفكروا فيه، يعني في مسؤولية من عمر صغير. خلينا نحكي شوي عن مبادرتك، وقت عملتها بأي عمر صارت هاي المبادرة وكيف سميت الأشخاص لإلك؟ كان عمري 14 سنة. اسمها المبادرة شباب المحبة. لما عملتها أول شيء قلت لأصدقائي بالمدرسة إنه عندي هيك فكرة إنه نروح نصير نساعد الناس كذا، كتار قالوا لي إيه نحن منروح معك، كتار قالوا لي شو هالحكي ونحن ما بنحب هيك شغلات، مو فاضيين انه حتى تمسخروا على الفكره. فلما انا بدات بالعمل حتى رفقاتي اللي كانوا مو رضيانين يدخلوا معنا طبعا دخلنا اندمجوا، يعني كثير حبوا الفكره. لما كنت فرجيهم الصور لهم ليكوا يعني شوفوا الاولاد كيف عم يضحكوا، لما عم نزور ام شهيد كيف عم تطلع تستقبلنا بالاحضان برا، فلما شافوا هاي الحاله الاجتماعيه الحلوه تشجعوا، وهيك بدات تكبر مبادرتي حتى شملت اكثر من محافظه. هذا اللي بدنا نحكي عنه، بلشنا بفكره صغيره يمكن امنيات طفل حابب فعلا يقدم مساعده للاخر، لمبادره مثل ما قلت منظمه الى نشاطات وفعاليات تضمنها. خلينا نحكي عن هاي النشاطات والفعاليات، كيف بلشتوها؟ اكثر من شريحه من محافظه انتقلتوا للمحافظات الاخرى؟ هلأ لما بدأت بشباب المحبة حبيت أتبنى رسالة، يعني الاسم ما اخترته عن عباس، شباب المحبة، فحبيت أتبنى قضية المحبة خليني أقولك، اللي هي بعتبرها أنا اليوم هي الخلاص من كل هيدي الطاقة السلبية اللي عم نعيشها. فلما أطلقت هاي المبادرة كان هدفي الوحيد أنه أنشر محبة، وصل للعالم فكرة إنه المحبة عكس ما نحن مفكرين، المحبة هي إيمان بهيدي الفكرة، هي باب كتير واسع لما بندخل فيه بيعيشنا بحياة كريمة وسليمة. فلما تبنيت قضية المحبة حاولت حط محاور لعمل هيدي المبادرة وهذا الفريق كلياتهم هاي المحاور يكون فيها محبة. يعني حتى نحن لما رحنا بدنا مثلا نعطي سلة غذائية لعائلة غير ميسورة، نحن ما بنعطيهم هيدي السلة انه هي واجب، لا هي بحب،
حتى مو بس هيك بنقول لهم هي سله الغذاء ونحن جايين لعندكم سله محبه. يعني مثل انه جايين نتبرع بضحكه نتبرع بابتسامه. وحتى هيدي الفكره نحن اطلقناها بمشفى الاورام لما رحنا نزور اطفال مرضى سرطان. اطلقت مبادره انه الابتسامه عليك والهديه علينا. اي حدا عنده حب انه يزور طفل مريض بالسرطان انت بتجينا بابتسامتك والهديه نحن بنعطيك اياها تاخذ له اياها. فكثير اجوا عالم جايين يتبرعوا بابتسامه، فخلينا هيك العالم تتحفز على انه ما معك مصاري فينك تتبرع بكلمه حلوه، فينك تتبرع بابتسامه. تمام، ما توزع طاقه سلبيه تماما. اهم انا بدي احكي اخر شغله عن هيدا، انت درست دخلت مجال الاعلام وصرت يمكن اصغر عضو باتحاد الصحفيين، خبرنا عن هذا المجال وهي المرحله بحياتك قديش مهمه، ومجال الاعلام قديش بيساعدك ايضا بمشروعك يلي هو بحاجه لدعم اعلامي وتغطية اعلامية. هلا انا من طفولتي بحب كثير المجال الاعلامي، بحب دائما يعني الدخول بعالم الاعلام. وخليني اقول لك ولدت عندي هيدي نزعه الحب الظهور الاعلامي، فنتيجة هيدا يعني الموهبة من الطفولة حاولت أني بلورها بالشكل الصحيح. دخلت معهد الإعداد الإعلامي، عملت دبلوم بالإعداد والتأهيل الإعلامي هون بدمشق، بعدين انضميت لاتحاد الصحفيين وانضميت لصحيفة الحقيقة، وهلأ أنا مدير مكتبة باللاذقية. هلأ فيني أقول لك كتير بيساعدني محبتي للإعلام أو معرفتي بهذا العالم أني روج، أو مو أنه روج، أني أدعم هاي المبادرة إعلامياً بشكل السليم. يعني عم حاول أخلق من كل موقف صغير بيصير بالمبادرة حالة إعلامية ممكن تعلم أجيال أفكار كتير حلوة إن شاء الله يا رب. مع هالكلام جميل ميسان بنتمنى لك التوفيق. حيدر يونس، أصغر مبادر مجتمعي، محطات مهمة ذكرناها، بنتمنى لك فعلا نستقبلك كمان بحلقات قادمة يكون في لك إنجازات أخرى. شكرا لك. يخلي لي إياك. شكرا لكم وشكرا للإخبارية السورية، وصباح الخير لكل السوريين. شكرا كثير لك، بنتمنى لك التوفيق وبنتمنى رسالتك توصل لكل الأشخاص، يصير دعم لك من الناس المحيطين فيك ومن أي شخص حابب يدعم المحبة ويساهم بأن المحبة والسلام تنتشر بين السوريين. إن شاء الله. شكرا لك.